الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في البدايه انا اسمي اسلام حنفي، ودي قناه اسمها بتاعت تكتيك. مش تخسر حاجه لا عملت لايك او عملت سبسكرايب. لو قلت لي انت ليه ما اتكلمتش عن المباراه بعد ما خلصت، هقول لك طبيعي لان انا بشجع مانشستر سيتي، وطبيعي ان انا دم يكون محروق بعد المهزله اللي حصلت جوه الملعب من لعيبه مانشستر سيتي. بس لما قعدت يومين كده وهديت واستريحت، عرفت ان والله طب ما انا قلت نفس الكلام من بدايه الموسم على مباراه ولفرهامبتون. قلت ان السيتي عنده مشكله، ان هو ممكن ما يكونش مرشح للفوز باللقب السنه دي، والسيتي ممكن ما يكونش المرشحين. تقول لي وانت كل حاجه تقول لي انا كنت متوقع، كنت بقول، كنت بنايل، كنت بسوي، انت قلت كده على برشلونه. بص يا اسطى، مان سيتي وبرشلونه ما بيننا وبين بعض مشتركات كتير، سبحان الله يا اخي. سيبك من ان انا المشجع اللي بربط ما بين الاثنين، بس عادي. انا عايز اقول لك حاجه بسيطه، لو اتفرجت على مباراه السيتي وتوتنهام وتسبير هتلاقي نفس المشاكل بتاع السنه اللي فاتت هي هي. سيبك من مشاكل بدنيه وارتداد اللعيبه، من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه في نص الملعب، وسيبك من الكلام ده، بس برضه نفس الملل هو في نص الملعب، نفس قله الحيله اللي لعيبه مانشستر سيتي في نص الملعب هم برضه بيعانوا منها. حتى لو برناردو كان بيلعب، هو كيفن دي بروين ووراهم رودري برضه بيعانوا، برضه عندهم مشكله في الابداع. جاي علشان خاطر التركيبه بتاعه 4 3 3 دي كانت عبقريتها ونقطه قوتها كان راحل عن الفريق اللي راسه سيتات دافيد سيلفا. دافيد سيلفا كان لعيب ممتاز جدا، سيبك من ان هو كان بيميل على رحيم، وان هو كان بيقدر يفتح مساحات للعيبه، وكمان كان بيقدر ان هو يعمل تمريرات حاسمه للمهاجمين. سيبك من الكلام ده، دافيد سيلفا كان بيمتلك سرعه، كان عنده 32 سنه وكان بيمتلك سرعه. تخيل الموسم اللي مانشستر سيتي كان فيه ابداع عالي جدا، كان دافيد سيلفا واحد من ضمن اهم اللعيبه اللي موجودين في الفرقه، وهو كيفن دي بروين. عشان خاطر معروفه من زمان 4 3 3 بتاع بيب جوارديولا، نقطه قوتها دايما في الثلاثي بتاع نص الملعب. لو ثلاثي نص الملعب مش اقوياء، عمرك في حياتك ما هتعمل اي حاجه بالاستحواذ اللي انت عامله. حتى لو استحواذك 90% هتلاقي ان انت ما عندكش فرص. رياض قدم مباراه نوعا ما سيئه، فيرن توريس قدم مباراه نوعا ما كانتش حلوه قوي زي رياض، جابريل جيسوس كان بيحاول، بس برضه لسه عندنا نفس المشاكل الدفاعيه هي. لسه عندنا لوكر بيخبط، لسه عندنا جو كانسيلو افتكاست ان هو يلعب شمال برده فيها تخبيطه، روبن دياز ولابورتو محتاجين وقت على ان هم يتاقلموا مع بعض. سيبك من ان انت بتلعب قدام فرقه فيها هاري كين، سيبك من ان هو مهاجم عالمي، وسيبك كمان ان هو الراجل اللي في منطقه الجزاء لعيب حسن جدا، بس كمان السنه دي مع جوزيه مورينيو بيقدم دور صناعه العاب عالمي. هاري كين السنه دي اقوى لعيب جوه الفرقه، سيبك من ان هو بيعمل حاجات لصنع عبقريه جدا، والكره كمان بتاعت تانجي دومبلي بتاع الهدف الاول، تانجي دومبلي بيباصيها لولا هاري كين وتحركه كرة بدماغه سون، الموضوع كان هيبقى صعب جدا ان سون يقدر ان هو يحرز بقى الهدف الاول. بس بصراحه يحسب لسون التطور العالي جدا في ان هو بين الفينش بتاعه عالي قوي بصراحه يعني، ودي حاجه لازم اشكر عليها جوزيه مورينيو. مورينيو السنه دي سبيشال وان بصراحه، عامل فرقه كويسه نوعا ما. هولبرج برده لعيب ممتاز جدا، هولبرج لعيب بصراحه هي خبيره جدا من مورينيو، وراح جايبه من ساوثهامبتون. خد تعالى، انا بصراحه كنت بقلل من اللاعب ده في مباراه ايفرتون الاولى، بس بعد ما اللاعب ما خد وقت كبير جدا، وبعد ما اللاعب ما قدر ان هو يورينا بياضه، بصراحه لعيب ممتاز جدا جدا جدا، وكمان قدر يكون راس مثلث للثلاثي الدفاع اللي كابتن مروان صلاح بيقول عليهم. وبصراحه تانجي النوبلي برده بيعمل دور عالمي جدا، سواء بيلعب بوكس بوكس او بيلعب 4 3 3 4 2 3 1 بيكون صانع العاب. تانجي وهولبرج عاملين اضافه كبيره جدا لنص الملعب، وسوسوكو كمان عامل اضافه معاهم مع القدره البدنيه بتاعته، وكمان راجلون ناحيه الشمال عامل اداء نوعا ما كويس جدا وممتع جدا. وبرده بقول لك راجلون افضل صفقه لتوتنهام السنه دي، ونص والاثنين ماسكين بتاع توتنهام عملوا جيم ممتاز جدا. وراهم هوجو لوريس طبعا قلب الاسد، وطبعا الاطمئنان بيجي من هوجو لوريس اكبر من اللعيبه اللي قدامه، علشان خاطر هم كلهم منظومه دفاعيه كويسه جدا، وخصوصا هم مش معاهم الكوره، عندهم شخصيه دفاعيه، بيعرفوا يدافعوا، بيعرفوا يقفوا صح. لعيبه توتنهام جوه الملعب قافله صح جدا مع لعيبه مانشستر سيتي، بيخلي لعيبه مانشستر سيتي حتى وهم معاهم الكوره ما لهمش اي 60 خطوره. الكوره خطيره نوعا ما تقدر تقول عليها ان هي كانت قليله خالص. ومع غياب رحيم ستيرلينج اللي برده معاه للاسف عندك مشاكل وحاجات كتيره جدا مع رحيم، بس وجوده جوه الملعب بيفرق خالص. رحيم لما بينزل جوه الملعب بتلاقي ان في والله في تحركات سريعه نوعا ما، وكيفن دي بروين بيعملوا ثنائيات وبيقدروا ان هم يوصلوا كتير جدا بشكل خطير جدا من دفاعات الخصوم، سواء ال 18 سواء كمان الستة الاردة، بيباصوا جوه الستة بيعملوا حاجات غريبة، بس على الأقل بيقدروا يعملوا خطورة. رياض ما كانش موافق واتفقنا من البداية، فيلان ما كانش موافق وكان عندك مشكلة كبيرة جدا، فلما بس الهدف الأول مع فرقة بيضربها بيب جوارديولا خلصت. أنا بشياكة من زمان بيب جوارديولا معروف، يا يكون الفعل يا مش هيعرف الكرة الدفاع أبدا. وبعد الهدف الاول بنكتشف ان مانشستر سيتي برده مكمل في نفس العبث، بنكتشف ان مورينيو قال لك خد تعالى عم تانجي، انا هلعب ورا الاطراف، مش خلاص كده الوكر بقى بيزيد هو جو كانسيلو، هلعب وراهم. فعلا قدر ان هو ياخذ الهدف الثاني باسيست عالمي من هاري كين برده لجوفاني لوسيلسو اللي لسه نازل، عشان خاطر المباراه تخلص ضربه مفتاح. المباراه خلصت على كده، وبرده مشاكل بيب جوارديولا لسه بيعاني منها هي. كاي جاندوجان ممكن يكون خيار متاح، بس ما ينفعش تلعب بيه تيك تاكا. ممكن تقول ان برناردو وكيفن دي بروين مع نص الملعب تركيبة كويسة، بس ما ينفعش تلعب بيها تيكي تاكا. والمشكلة مش في التيكي تاكا، المشكلة لما الكرة بتخطف منك، اللعيبة دي ما بيكونش عندها ارتداد عالي جدا ان هي تقدر ان هي تغطي رودري اللي بيكون لوحده وراهم.
سواء كيفن دي بروين او برناردو سيلفا الاثنين كان بيواجه مشاكل هجوميه. المشكله كلها مش المشاكل الهجوميه، المشكله كلها في الارتداد دفاعيا. الارتداد دفاعيا بيكون صعب جدا مع لعيب زي رودري، لسه بيحاول نوعا ما يتاقلم على الدوري الانجليزي من السنه اللي فاتت، وبصراحه الراجل ما قدرش ان هو يعوض غير فرناندينيو، علشان خاطر فرناندينيو فعلا كان ظابط ايقاع للفريق في لعبه مركز 6 في الحالات الدفاعيه. الراجل كان بيقدر ان هو ينزل عادي جدا، يكون تالت مع الاثنين مساكين، ويطلع احيانا يهاجم مع اللعيبه اللي عندها ادوار هجوميه. وبصراحه يعني فرناندينيو حسينا بغيابه جدا لما رودري بقى موجود جوه الملعب. نفس المشاكل برضو وتقدر تقول عليها ان هي موجوده هجوميا في حته ان انت نسيت تشتري لاعب مهاجم مركز 9. اجويرو غياباته كتير، جيسوس ما ينفعش ان هو يشيل الفريق، رحيم فكره ان هو يلعب مهاجم فكره فاشله جدا وقلناها 7000 مره. مانشستر سيتي السنه دي زي ما اتكلمنا وهنعيد ونزيد، ممكن يرجع للمنافسات مع ظل تاخر الكبار، وتقدر تقول ان ليفربول نوعا ما هو اللي فايق السنه دي مع تشيلسي ومع توتنهام. بس لو سنيت الواحد يتكلم عن مباراه ليفربول وليستر سيتي، فعايز اقول لك حاجه، ليفربول ولستر معروف براندو روجرز اديله 36 ماتش زي الفل، يلعب الماتشين بتاع ليفربول تحس ان مش هو نفس الفريق ولا هم نفس اللعيبه. جيمي فاردي بيختفي، اللعيبه كلها بتختفي جوه الملعب، بتلاقي ان هو فجاه كده بيعتمد ان انا مش هاجم ليفربول ابدا، سيبهم هم يهاجموا، بنلعب في الانفيلد، بنلعب في الفوكس. اهم حاجه بالنسبه لي ان انا انزل ادافع قدام ليفربول عشان اتقي سرعات ليفربول. المشكله برده ان هو سبحان الله بيلبس حتى لما اتقى السرعات لبسها من داني من جون ايفنس المساك بتاعه. بصراحة جوتا لعيب ممتاز جدا، وكان خيار سريع جدا من يورجن كلوب. السنة تقدر تقول كده ان مانشستر سيتي مش مرشحين، وكمان تقدر تقول ان السنة دي ممكن تكون سهلة جدا، توتنهام وليفربول وتشيلسي هم اللي ممكن يكملوا لحد النفس الأخير. أما السيتي فربك كريم، والله ربنا كريم. الفكرة مش زورنو محرز أو مش محرز بيكون كويس جول ماب، الفكرة كلها المنظومة كلها محتاجة تعمل لها فورمات. أنا من الناس اللي حاطط صورة بيب جوارديولا تحت عندي هنا، لو أنت مش مصدق وانزل واعمل لايك علشان خاطر هتلاقي إن صورة بيب جوارديولا جنب السبسكرايب، وممكن برضه تعمل سبسكرايب لو عايز. بس الفكرة كلها إن بيب جوارديولا فعلا بقاؤه في مانشستر سيتي آسف وجوده صعب جدا، علشان خاطر طول ما أنت مش عايز تدعم بلعيب نص ملعب، مش عايز تدعم بلعيب مهاجم، هنفضل شغالين في الناحية الغلط. جايب لي روبن دياز فخر البرتغال ومستقبل الكرة البرتغالية، جايب لي فيران توريس مستقبل الكرة الإسبانية، بس نسيت تجيب لعيب نص ملعب في ظل ما أنت بتدور على المستقبل ده كله. في فودن ما ينفعش ان هو يكون مستقبل الكره الانجليزيه في نص الملعب، انت محتاج حاجات كتير قوي علشان خاطر تفهم ان الموضوع ما بقاش سهل زي السنه اللي فاتت واللي قبلها. طب نرجع ديفيد سيلفا؟ والله ما حدش بيرجع اموال. يلا بقى، هي كده كده خربت.